إذن أنا انتهينا من رسم تفاحة بسيطة وبألوان بسيطة. الآن كل واحد يرفض الورقة ويوري لي التلوين أو النتيجة تاع رسم التلوين تاعو. ورسمت تفاحة صغيرة قد عينية، ما قدرتش نرسمها كبيرة، ما نعرفش كوثر. هاد التفاحة صغيرة بزاف. أنا هاد الرسم ما نحبهاش كاع، بصح شوفو كي درتها. الآن رانا لحقنا لنهاية الحلقة تاعنا اليوم. راح نخير أربعة متسابقين هما اللي كانت الرسومات تاعهم يعني في المستوى. راح يكونوا هاد الأربعة عندهم هدية طبعا من ماركتنا، ماركت تيكنو. إذا راح نخيركم في أربعة، والباقي راح يكون راح يبذلوا يعني مجهود كبير إن شاء الله في الحلقات المقبلة. إذا المتسابق رابح اليوم الأول نهار اليوم، أنت يا أول رابح، أروح معايا باش نشوفوا الرسومات ديالك. دي المرتبة الأولى في عيش مخيم، ورسمت التفاحة هذه. أنت يا رقم اثنين، يلا تعالي. ومين كملت قالت لي الشيخة رسمتك كانت شابة، وهاي رسمتها. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ها هو، ورقم أربعة يلا. وفرحت كده دقيقات لي بلي ديسان تاعي شباب، وكان التاني كان خبيطي نادى أنا ويحيى اللي تفوقنا. خليوا المشاهدين يشوفوا رسومات متسابقين ديالنا نهار اليوم، يلا. والاخر كي خسرتني من الربعة اللي رسموا مليح، ما امنش بلي خسرتني، ما نعرفش نرسم. ارفدوا الاوراق ديالكم. الاستاذه خيرت افضل اربع رسومات، الخبيطي ونادى واياد ويحيى. كما راكم تشوفوا هذو هما متسابقين رابحين معنا. نتمنى من اللي راهم قاعدين عدد اليوم خلاص، نتلاقاو في مغامرة جديدة. إلى اللقاء، ونتلاقاو إن شاء الله في عدد مقبل بحول الله، وإلى اللقاء. نقول الأستاذة شكرا، إن شاء الله تعاود تجي. عيش المخيم.